أنا اسمي حمزة علاء عباس، مواليد 2007، الصف السادس ابتدائي. بديت أعزف بالأورج بوقت الدواعش، كان أبوي ما يخليني أطلع برا، كنت أفوت وأعزف. بديت أعزف حبيبة جايتوي، وطال عندي إذن موسيقية. موسيقى عزفتوها كانت موسيقى أجنبية. كنت أسمع المعزوفة ورأس أعزفها، وطلع كان عندي إذن موسيقية. كنت أقعد بالبيت، أبويا ما يخليني أطلع برا، كان بالدواعش وماكو مدارس. كنت أفوت أتعلم على البيانو. أنا اتجهت للموسيقى الكلاسيكية مثل بيتهوفن، موزارت، ياني، وراح أسمعكم موسيقى فور إليش بيتهوفن. أتمنى أعزف على البيانو حقيقي، وأجتزم أحد يعلمني.